بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أبنائي الطلاب في الصف السادس المرحلة المتوسطة قسم التربية الإسلامية في مدرسة التميز النموذجية، لازلنا في دروس الإسلامية، واليوم سنشرح الدرس 8 وعنوانه تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية، هذا هو الدرس 8، آخر درس في الوحدة الأولى. آخر درس في الوحدة الأولى، عندنا الوحدة الأولى 8 دروس، والوحدة الثانية 8 دروس، فهذا آخر درس من الوحدة الأولى. طيب يا شباب، هنا قصة في بداية الدرس. قصة حصلت لراعي، شوفوا الصورة اللي أمامكم، هذا راعي، راعي يرعى الغنم. وعبد الله بن عمر في يوم من الأيام، عبد الله بن عمر هذا من الصحابة، اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. كان يسير عبد الله بن عمر ومعه بعض أصحابه يسيرون في الصحراء بالقرب من المدينة المنورة، فجلسوا يأكلون، فأقبل عليهم شاب صغير يرعى غنما وسلم عليهم، فدعاه ابن عمر إلى الطعام وقال له: هلم يا راعي، هلم فأصب من هذه السفرة. فماذا قال الراعي؟ إني صائم. فتعجب ابن عمر وقال له: أتصوم في مثل هذا اليوم الشديد حره، وأنت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ يعني استغرب ابن عمر أن هذا الولد ما شاء الله يصوم ويخاف من الله عز وجل. ثم أراد ابن عمر أن يختبر أمانته وتقواه، يشوف هل هذا إنسان أمين أو خائن، هل إنسان تقي أو غير تقي. فماذا قال له ابن عمر؟ قال: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك الثمن، نعطيك فلوس قيمة هذه الغنم، ونعطيك من لحمها فتفطر عليها. ماذا قال الغلام، هذا الولد الذي كان يرعى الغنم؟ قال: إن الغنم ليست لي، إنها غنم سيدي، يعني المعزب حقه الذي هو يشتغل عنده. فماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر: قل لهذا السيد أكلها الذئب، إذا سألك عن هذه الغنم قل له أكلها الذئب. فغضب الراعي وابتعد عن ابن عمر وهو يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: فأين الله، فأين الله، يعني الله يراقبنا، الله بيشوفنا، شلون أكذب على هذا السيد وأقول له أن هذه الغنمة أكلها الذئب؟ فابن عمر ظل يردد مقولة الراعي: فأين الله، فأين الله، وهو يبكي. ولما قدم المدينة ابن عمر ماذا صنع وماذا سوى؟ بعث إلى مولى الراعي فاشترى منه الغنم والراعي، ثم أعتق الراعي. يعني ابن عمر كان عنده فلوس كثير وخير، فأخذ هذه الأغنام واشتراها، وقال لهذا السيد والمعزب حق هذا الرجل، قاله: أعطني هذا الرجل وأعطني هذه الغنم وهذه الفلوس قيمتها. ثم قال لهذا الشاب: انطلق واذهب، أنت حر لوجه الله، وأخذ معها الغنم كذلك. طيب يا شباب، احنا قلنا عنوان الدرس المسؤولية، ما تعريف المسؤولية؟ شنو معنى المسؤولية؟ هذا سؤال مهم جدا ويأتي في الاختبار. المسؤولية هي أن تؤدي العمل المطلوب منك على الوجه الأكمل في الوقت المحدد. إذن أولا تقول أن تؤدي العمل المطلوب منك، حلو، على إيش؟ على الوجه الأكمل في الوقت المحدد. ثلاث جمل احفظها: تؤدي العمل المطلوب على الوجه الأكمل في الوقت المحدد. النشاط الأول من الدرس يا شباب، اكتب ثلاثة مترادفات أو ثلاثة مترادفات ضد كلمة المسؤولية.
شنو عكس المسؤولية؟ شنو الكلمات التي هي عكس المسؤولية؟ حنث وتخلف وخيانة. صوروا هذه عكس كلمة المسؤولية. الآن ننتقل إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مواقف كثيرة، نذكر مواقف قليل من حياته تدل على تحمل المسؤولية منذ أن كان صبيا وصغيرا. أولا، كان يرعى الأغنام. تخيلوا، كان عمره 10 سنين، يعني في سنكم وأصغر من سنكم، عمره 10 سنوات ويروح يرعى الغنم ويأخذ أجرة الغنم، هذه أجرة الرعي، لكي يأكل من هذا السعي الذي كان يسعى إليه صلى الله عليه وسلم. فالرسول تحمل المسؤولية وهو صغير. 2، عندما كان شابا، عندما كبر وأصبح عمره 20 سنة و25 سنة، عمل في التجارة، كان يذهب يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها. وعندما كبر وأصبح عمره 40 سنة، عندما وصل إلى 40 سنة، عمل في الدعوة ونشر الإسلام وتحمل مسؤولية بيته وأزواجه، وكان قائدا ناجحا في الغزوات صلى الله عليه وسلم. النشاط الثاني، اذكر موقفا، نذكر من المواقف التي توضح فيه كيفية تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤولية أصحابه عندما تعرضوا للأذى من كفار مكة. الرسول عندما أسلم معه مجموعة من أهل مكة ودخلوا في الإسلام، بدأ الكفار يعذبونهم. شوفوا هذه الصورة، الصورة دي عند السهم، هذا رجل كافر بيعذب هذا المسلم. فماذا عمل الرسول عندما شاف أن أصحابه يعذبون؟ قال: هاجروا إلى الحبشة. لماذا يهاجرون إلى الحبشة؟ قال: حيث هناك حاكم عادل وهو النجاشي. يعني هذا الملك الذي كان في الحبشة كان إنسان عادل ولا يظلم أحد. ننتقل إلى صورة مهمة أتمنى من الجميع يصورها ويحفظها، صوروها في التلفونات واحفظونها. المسؤوليات التي يجب القيام بها، 4 مسؤوليات، 4 مسؤوليات. إذن كم عدد المسؤوليات التي يتحملها؟ 4 مسؤوليات. أولا، أتحمل مسؤولية نفسي. 2، ديني. 3، أسرتي. 4، وطني. أتحمل مسؤولياتي نحو: أولا، نفسي. 2، ديني. 3، أسرتي. 4، وطني. شلون أتحمل مسؤولية نفسي؟ الاهتمام بالصحة والاجتهاد في الدراسة والتخطيط للمستقبل. 2، شلون أتحمل مسؤولية ديني؟ أولا، أداء العبادات، اتباع الحلال واجتناب الحرام، ونشر الإسلام. والنقطة الثالثة، تحمل مسؤولية أسرتي. أولا، طاعة الوالدين، احترام الكبير والعطف على الصغير. 4 والأخير، ما هو يا شباب 4 والأخير؟ أكيد أن الكل إن شاء الله مركز معنا. المسؤولية تجاه الوطن، المسؤولية تجاه ونحو الوطن. أولا، الالتزام بالقوانين. 2، المحافظة على الممتلكات العامة. 3، الدفاع عن الوطن. طيب، ما هي أهم مسؤولية من هذه الأربع؟ ما هي أعظم المسؤوليات ولماذا؟ أعظم المسؤوليات مسؤوليتي، شوفوا يا شباب عند السهم، مسؤوليتي نحو ديني، أهم شيء الدين. لماذا؟ لأنني إذا قمت بواجبي نحو الله وراقبته سهلت علي باقي المسؤوليات وأؤديها بنجاح. أمامكم صورة، صح يا شباب؟ هذه الصورة مشهد تمثيلي تمثل فيه دور الأخ الأكبر نحو إخوته الصغار. ننتقل إلى شخصية عظيمة، لا بد أن تحفظوا اسم هذا الشخص الذي أمامكم، هذا الرجل العظيم، الرجل الكويتي الذي تحمل مسؤولية الدين.
ما من يعرف من هو عبد الرحمن السميط؟ الدكتور عبد الرحمن السميط هو طبيب كويتي وداعية من دعاة الإسلام، له إنجازات عديدة. أيش الإنجازات التي قدمها؟ شنو سوى عبد الرحمن السميط رحمه الله؟ ألف، نشر الإسلام، أسلم على يديه حوالي 11 مليون شخص. اثنين، مساعدة المحتاجين، فقد تبرع بالجوائز المالية التي حصل عليها في خدمة الإسلام والاتفاق على المحتاجين والإنفاق على المحتاجين في أفريقيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ابحث في شبكة التواصل الاجتماعي عن الإنجازات التي قدمها وقام بها الدكتور عبد الرحمن السميط في أفريقيا، وسجل اثنين منها في الفراغ الآتي. صوروا هذه التي أمامكم، التي أمامكم يا شباب، صورة مهمة تبين لك الإنجازات التي قام بها عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى. طيب يا شباب، الكل صور هذه، إن شاء الله صورتمها. أسلم على يديه، شوفوا عند السهم، أسلم على يديه 11 مليون، قضى 29 عام يدعو الإسلام في أفريقيا، بنى كم، تخيلوا كم بنى مساجد؟ أكثر من 5700 مسجد، وتكفل وكفل 15 ألف يتيم، وحفر 9500 بئر في أفريقيا، وبنى من المدارس، المدارس التي بناها 860 مدرسة، وأربع جامعات، ومئتين وأربعة مركز إسلامي، وأشياء كثيرة رحمه الله تعالى هذا الرجل العظيم الكويتي الذي نشر الإسلام في أفريقيا. ما هي الكلمات يا شباب التي نستخدمها للتشعر بالمسؤولية؟ نريد أن تستخدم كلمات تشعرك بالمسؤولية. ثلاث كلمات مهمة دائما تقول: أنا ملتزم، أنا حريص، أنا أهتم. عدد بعض فوائد تحمل المسؤولية: الشعور بالأمانة أمام الله وأمام الناس. اثنين، زيادة ثقة الفرد بنفسه وبقدراته. ثلاثة، تماسك أفراد المجتمع وترابطهم. طيب يا شباب، الآن ننتقل إلى هذا الحديث العظيم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم من ولي من أمر الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر الأمة شيئا فرافق بهم فارفق به. ما هي القيمة التي نستخرجها من الحديث؟ حب الرفق، حب الرفق. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. إذن يا شباب، هذه الذي أمامكم الحقائق والمفاهيم، وبعدها القيمة، حب المسؤولية، والمظاهر السلوكية. أولا، أعتمد على نفسي، أنجز الأعمال التي توكل إلي، أجتهد في دروسي، أستخدم الألفاظ الإيجابية، أخطط لمستقبلي. آخر شيء يا شباب ونختم به، أكمل الفراغات التالية. هنا أسئلة عديدة، صوروا هذه يا شباب واحفظوها وسجلوها في كتابكم. الصفات التي تحلى بها راعي الغنم: أداء الأمانة ومراقبة. أكمل الفراغ تقول مراقبة الله وتحمل، أكمل الفراغ المسؤولية، وهكذا بقية الفراغات. السؤال الثاني: ضع خطا تحت الكلمة التي لا تنتمي للمجموعة: المسؤولية، الاستقامة، العناية، الرعاية، عدم الاهتمام. اثنين: أنا ملتزم، أنا حريص، أنا غير مسؤول، أنا مهتم. السؤال الثالث يا شباب: احكم على كل عمل مما يأتي بعبارة يتحمل المسؤولية أو لا يتحمل المسؤولية. يهتم بالدراسة، إذا نقول يتحمل المسؤولية.
يعبث بمرافق المدرسة، إذن لا يتحمل المسؤولية. بار بوالدي، يتحمل المسؤولية. يتناول الطعام غير الصحي، نقول لا يتحمل المسؤولية. ينشغل في أثناء الشرح، لا يتحمل المسؤولية. صوروا يا شباب هذه الصورة التي أمامكم، التي تتحدث عن الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله عز وجل. وهناك أسئلة أخرى، سجلوها وصوروها لكي تنقلونها إلى الكتاب يا شباب. السؤال الخامس، اكتب فوائد تحمل المسؤولية، وقد ذكرناها في الدرس، صوروها يا شباب لكي هذا إذا تكرر في الاختبار إن شاء الله تكون عندكم الأمور طيبة بإذن الله عز وجل. آخر شيء، ظلل الكلمات الآتية من شبكة الكلمات، ثم اجمع الحروف المتبقية، ستظهر لك كل كلمة، اكتبها في المستطيل. هذه آخر فقرة يا شباب في الدرس. نظلل الكلمات الآتية من شبكة الكلمات، ثم نجمع الحروف المتبقية، ستظهر لنا كلمة نكتبها في المستطيل، وهي مسؤولية. هاي شوفوا يا شباب، مسؤولية. أما بحمد الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله.